عملية تدخل في إطار برنامج وطني تلقته وزارة الداخلية والجمعيات المحلية مؤخرا، يهدف إلى رفع من مستوى التحكم في نظافة المحيط، وبالتالي تكثيف المجهودات في مجال رفع الفضلات المنزلية وخاصة رفع النفايات الصلبة. احنا انطلقنا منذ تقريبا يعني يوم في العملية على مستوى ولاية البيض، راها مجندة أكثر من 450 عامل وحوالي 300 آلية، وتم تسجيل لحد الآن في مجال النفاية الصلبة 243 نقطة سوداء عبر الولاية، وتم لحد الآن رفع أكثر من 1300 طن من النفايات الصلبة عبر مختلف بلديات الولاية. العملية هذه ستتواصل يعني وما تتوقفش، ولكن ذكر بلأن هذه من المهام الأساسية للبلدية في الحقيقة. ولكن تعرفوا بلي البلدية ساعات يتخلوا شوية مما يجبر الدولة على أن تأخذ مبادرات من هذا النوع، وإحنا إن شاء الله رانا يعني ضاغطين على البلدية باش يقوموا في الدور تاعهم. نتمنى أن المواطن تكون له الكلمة والمساهمة ويقحم نفسه في هذه العملية إن شاء الله، اللي تهدف إلى الحفاظ على المحيط وعلى صحة المواطن. بارك الله فيك. شكرا. إن شاء الله يخلوا الكلام هذا.